بطبيع وممنوع الوقوف، لاقى أصداء جميلة ما شاء الله عليه، كاتب درامي مبدع محمد الكندري، ثلاث مسلسلات برمضان، ولو عندنا خشب كان مسكنا الخشب. وحيا الله من يانا وحياك معنا في غبقة الحمراء الكاتب الدرامي محمد الكندري. الله حياكم، وأنا وايد مستانس أن ألتقي معاكم. حياك الله محمد. إحنا قلنا مسلسلين قالتهم لولو، في مسلسل إذاعي غنيمة وغنايم أكيد مع الفنانين الفنان القدير محمد المنصور، الفنانة حياة الفهد أكيد مع حفظ الألقاب لهم. هذا الإبداع ما شاء الله والنشاط اليوم في شهر رمضان، شنو سره؟ شلون قدرت اليوم تنزل هالتوليفة الجميلة في خلال هذا الشهر؟ عامل الوقت وايد خدمني. الحمد لله أنا من الناس اللي أحب أرتب وقتي. اليوم بالنسبة لي منتظم، بالنسبة لي إن من الساعة الفلانية للساعة الفلانية هذا حق الكتابة، الساعة الفلانية للساعة الفلانية أشوف فيها أفلام، أقرأ جرائد، أقرأ أخبار، فالوقت وايد خدمني حتى بالسفر. حتى الحين وياك قلم طبعا لازم على طول خذيته منك كتاب اي وقت تكون الحمد لله. لا هو شوف ثلاث اعمال الصدفه لعب الحمل لعب الدور، لان مسلسل ممنوع الوقوف انا كاتبه تقريبا من 2014 ما شاء الله زمان. تقريبا من ثلاث سنين اي، فعدلت عليه وايد، كتبته يمكن تقريبا انكتب اربع مرات، وايد ناس شاركوني فكرته مو بس انا. فصادف الحظ انه يكون برمضان 2017 برفقه مسلسل بطبيع وغنيمة وغنايم، والحمد لله كان في اعمال كانت المفروض برمضان بس تاجلت ما شاء الله عليك. يعني يمكن احنا شفنا مقتطفات او حتى قبل شوي مع المشاهدين من مسلسلاتك، وانت تتابع مسلسلاتك او تشاهدها او تسمعها بالاذاعه، ما تحس انك ودك تنتقد نفسك بصراحه؟ لازم صدق، حتى باللوكيشن صدق والله. يعني انا يعني اقول ليش ما سويت كذي، ليش ما فتحت حق الشخصيه هذه شويه، ليش ما حطيت الحدث هذا، ليش؟ فلا انا احب انتقد نفسي وايد، ودائما احب اشوف تجاربي على التلفزيون. يعني الحلقه اللي تطلع اشوفها باليوم ثلاث مرات اربع مرات. حلو. والصوت لازم حده، حتى اهلي يقولون انت وايد تطول على ليش عشان تتابع تسمع. لازم اتابع يعني لازم اتابع. وفي شغله فيني بعد، اي شخصيه عندي تموت لما اشوفها وهي تموت قدامي بالمسلسل ذيك خلقي. صدق شخصياتك ليش ما عطيتها يعني؟ تحس مثل المشاهد ما يحس. اي لان يعني في شخصيه عبد الرحمن بمسلسل ممنوع الوقوف، شفت المشهد موته قلت لا محمد حرام خليته لان شخصيه وايد حلوه. فلما اطالع انا اي عمل لي فانسى اني كاتب، اعيش دور الناقد ودور المشاهد. وهذا يخليك يمكن تبدع محمد ويمكن تعيش الحاله اكثر وتكتب اشياء بالمستقبل تكون احسن من اللي قدمته. لكن مسلسل بطبيع ما شاء الله مسلسل جميل يعرض على شاشه تلفزيون دوله الكويت، مثل هالمسلسلات الكوميديه يمكن صعب ان الكاتب يكتب النص 100%، خاصه يوم يكون يعني مسلسل كوميدي، لان الكوميديا فيها يمكن مشاركه جماعيه، لحظات تطلع يطلع الكلام عفوي. اول شيء بتكلم عن مشاركتك مع الفنان عبد الناصر درويش، ايش كثر هو ضاف على النص ويمكن العفوية اللي احنا نحبها فيه الفنان عبد الناصر. فنان وايد جميل، وايد حبيت الشغل معه، وايد يعني انسان بقمة الرقي والاحترام. ما عنده تصوير يحضر لوكيشن، اول واحد يحضر واخر واحد يمشي. ضاف على النص وايد، حتى ما شاء الله عليه لما تجي المشاهدة ما يغلط. ما شاء الله. حافظ مشاهدة مشاهد غير. يعني حتى لو توهق على حزة التصوير يرتجل بشيء يخدم النص. حلو، ما تزعل يعني في كتاب يزعلون من الاضافات. لا 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 انا دائما بشكل عام مسألة ان المؤلف اقصد الممثل يعطي من نفسه والمخرج يعطي من نفسه ما ضايقني نهائيا. يعني ما شاء الله عليك وعلى نشاطك وعلى هالاعمال الجميله اللي قاعد نشوفها مع المشاهدين وقاعدين نستمتع فيها برمضان. اذا برمضان ثلاث مسلسلات لا اله الا الله، اثنين بالتلفزيون وواحد بالاذاعه، شنو مجهز حق بعد رمضان؟ اكيد مجهز لنا شيء حلو. مجهز ان شاء الله، بس احنا الحين العمل بالرقابه موجود، وان شاء الله بعد رمضان تطلع اجازته. وعندي هم عمل ثاني بعد خاشينه مفاجاه حق السيزون الجديد، لان ما في وقت، احنا قاعد نشتغل من الحين حق رمضان. يعني المسلسلات حق رمضان ما في وقت. ما تحب محمد تنزل في غير الخارطه الرمضانيه؟ جربت مره مسلسل ساعه الصفر والحمد لله حلو. هاي الجو وايد المسرح اي طيب احنا العيد ايام العيد. لا انا قايل مسرح اذا ما عندي شيء زي يعني يرضيني كمحمد. مع انك قدمت تجارب ناجحه مع الفنان مريا حلو ونور الظلام، بس لا انا هالسنه خليت المسرح. يمكن خليته فتره طويله بعد ما راح ارجع. اوه تصريح خطير هذا منك، ليش؟ شنو اللي ناقصه المسرح وانت شنو حاب؟ لا المسرح احبه، انا استانس المسرح لانه اكثر مكان يخوفني. فتخاف تقدم اي شيء حق المشاهد؟ اخاف من المسرح بشكل حلو. احد اسباب خوفي من المسرح انه انا للحين ما شاركت بمهرجان اكاديمي لاني اخاف من المسرح، لان المسرح مباشر. صحيح. اي كلمه تنقال على طول عند الجمهور ما يرحم. اكيد يعني كنت يعني لما بمريا حلو لما كنت حاضر اسمع تعليقات الناس. ايه
نور الظلام نفس الكلام، تصير غلطة بالعرض ولا شيء لا تشوف السفينة يعني. نعم يعني عشان كذي قلت خل اريح من المسرح شوية كم سنة وارجع ان شاء الله. اكيد مسلسلاتك جميلة وقاعد نتابعها مع المشاهدين، وبالنسبة لك يمكن هي تكون الافضل، لكن ودنا نعرف شنو مسلسلات اخرى انت تتابعها او تجذبك تشدك ودك انك تطالعها وتكملها؟ سيلفي 3 دائما. سيلفي 3 دائما ناصر القصبي رقم واحد بالنسبه لي. تميل للكوميديا؟ طبعا لا، فن ناصر القصبي بشكل عام يجذبني، طرح القضايا اكيد اللي يقدمها لانه هو شاطر بالكوميديا السوداء. اي وعلى المستوى المحلي شنو تابعت؟ على المستوى المحلي قاعد اتابع الحين مسلسل الاستاذ هدى حسين اقبالي مقبلت. اي نعم. وقاعد اتابع بعد عمل ممنوع الوقوف، وش مسلسل لا لا وايد اعمال هالسنه وايد حلوه، عندكم كحل اسود، اليوم الاسود، اخوي فهد العليوي، فنشاط وايد حلو. تحب تتابع على المستوى العربي؟ دائما اتابع عادل امام، عفاريت عدلي علم حلو. قاعد وبالمناسبه بعد في عمل فيهم هو مو يعتبر كنا برنامج مسابقات بس على مسلسل مسوينه اسمه يا تلفزيوني، انتاج التلفزيون السعودي، فكره وايد حلوه سووها. لما تتابع البرنامج انت ما تدري هذا مسلسل ولا برنامج مسابقات. حلو. فكره جديده، فكره لايف. بالعكس يعني في افكار جميله تطلع حق المشاهد. محمد انا يعني من معرفتي فيك كنت ادري انك كان ودك تصير مذيع، فشنو السبب وليش للحين تاخرت هالخطوه؟ من زمان من كنت طالب بالمعهد حتى اسال لولو لما قابلنا علي كاكولي تذكر ايش لأن أنا كنت صحفي أول شيء في الأيام لما كنت طالب معهد العالي في المسرحية، كنت مجلة أبواب كنت محاور، فشدني التلفزيون. أنا أحب أتعرف على يعني أحب أخذ وأعطي مع الناس، أحب أكتشف تجارب الناس. يعني أنا من أغلب الكتب اللي أقرأها دائما هي الكتب السيرة الذاتية لأي شخصية معينة. تحب تسوي يعني طبعا اللقاء. أنا أحب أكتشف شخصيات عشان تفيدني أنا كمؤلف. بس ما راح يأخذك هالشيء من الكتابة والتأليف؟ لا لا، شوف طول ما أنا مرتب وقتي راح يكون عندي وقت ان اوافق بين كل شيء. انت لو تلاحظ انا بالسنه لازم انزل روايه بعرض الكتاب لازم. صحيح. جرب تصير مذيع الحين. شنو ودك تسالنا او من ودك اول شيء من ودك تقابل؟ خلينا نقول ان صرت مذيع ومن ودك تقابل شخصيه ودك تقابلها؟ ناصر الغصب. ناصر الغصب مع اني قابلته بالصدق. رحت للوكيشن تصوير سيلفي شنو ودك يعني تساله؟ وسؤال حسيت انه هو ما انطرح يعني لناصر في الوسائل الاعلاميه. بساله سؤال واحد انا ذاك اليوم للاسف قعدت معاه يومين ونسيت اسال السؤال. شفت عين بطل قدام شادي. بغيت بقول له ان براكان انت لحد الحين انا اعتقد ان ناصر الغصب كل اللي قدمه هذا 1% من موهبته. ما شاء الله. لأن أنا شفته بالصدق. تحس إنه عنده بعد يقدم أكثر. عنده اللي قدمه هذا 1%. ما تفكر أنت تكتب محمد شيء ممكن يشارك فيه ويقدمه؟ أنا المفروض أكون معاهم سيلفي 3. حلو صح، لأنه أكثر من كاتب يشارك. إيه أنا طبعًا بالمناسبة أمسي على أستاذ ناصر القصبي وأستاذ خلف الحربي أعطوني فرصة. حلو. بعدين قالوا لي إنه خلاص سكرنا وإنه ما جت فرصة إنه تشارك معنا، بس تعال نقدم لك دعوة ان تحضر عندنا لوكيشن سيلفي يوم لمده يومين. حلو حضرته. فانا اول ما دخلت عليهم كنت طبعا خايف طبعا. دخلت ان اول شيء شفت استاذ حبيب الحبيب عبد الله الاسناني خلف الحربي ناصر القصب، اول ما دخلت اول كلمه طالعوني هلا الكندري هلا بطبيع. ايه متابعين لك. فلما قعدت معاهم اكتشفت ان هذول الناس يعرفون محمد شنو. حلو. يعني يمكن الحين هذا شيء وايد حلو مسؤولية. يمكن الحين احنا بنقدم لك فرصة ودنا تقبلها. جرب تصير مذيع وتختم اللقاء. ما ودنا نختم اللقاء معاك يعني اكيد. يعني اختم اللقاء انا الختام عندي ولا اسالكم؟ ما اوكي واللي تبي. لا عندك سؤال واحد لان ما في وقت وايد وهو عند لولو احسن. تفكني انا من الحراج. انا بسال لولو. انت المذيع. لا لا بسال لولو عيل. يلا خذ راحتك. ما تفكرين تمثلين؟ ليش؟ لا وليش؟ كاتب درامي ما اقدر اقول لك شيء. عنده الظاهر دور لك عشان كذي. شوف قال ايه. لا تجربه التمثيل للاسف لا ما لاقي نفسي فيها. مع انه فيك تريد تعطين على الشاشه. تشوف كذي؟ اي نعم. بس استل لا. وافق لا وافق يلا عشان نوقف على التمثيل. توني باخذ الدولية انا على طول. يعني اول على عبد الله؟ الدور حق عبد الله الحين. يعطيك العافيه. شكرا جدا على وجودك معنا، اسعدتنا وامتعتنا اليوم، والحديث معك اكيد ما ينمل ودنا نكمل معك للصبح، لكن داهمنا الوقت والختم. ختام عندك العاده نقول فاصل ونواصل احنا، بس انت اذا عندك شيء مبتكر تفضل هذه كاميرتك. نختم الحلقه ولا الفقره يلا فاصل ونواصل. اسهل شيء. يعطيك الف عافيه. مشكور.